في تحاليل خاصة بعوامل الخطورة، تمام، زي مثلا تحليل السكر، تحليل الدهون، تحليل وظائف غدة درقية، تحليل وظائف كلى، تحليل صورة دم كاملة. يعني بتطلب الفحوصات اللازمه والفحوصات اللي للحاله تاكد دي. هل في وجود عوامل خطوره ولا لا. تمام. بخصوص بقى عوامل الخطوره، ايوه، عايزين نعرف ايه هي عوامل خطوره الذبحه الصدريه. تمام. يعني ايه هي العوامل؟ عوامل خطوره الذبحه الصدريه، يعني عاوز اقول لك هي نفس عوامل خطوره مرض الضغط الى حد ما، نفس عوامل خطوره مرض السكر. تمام. ففي عوامل متعلقه بالشخص نفسه، يكون سنه اكبر من 40 سنه، بتحدث في الرجالة أكتر من الستات، دي عوامل متعلقة بالشخص، في الرجالة أكتر من الستات. في تاريخ مرضي في العائلة، إن هم عندهم تاريخ مرضي بالذبحات والجلطات الصدرية. في عوامل متعلقة بالأمراض اللي عنده، لو المريض ده عنده ضغط، عنده سكر، عنده سمنة مفرطة، المريض ده بيعاني من زيادة الدهون والكوليسترول في الدم. تمام. عشان دي بتعمل تصلب في الشرايين زي ما اتكلمنا. المريض بيعاني من زيادة أملاح اليوريك اللي بتسبب حمض اليوريك اللي بيسبب أملاح مرض النقرس، ده برضو من ضمن عوامل الخطورة. في عوامل خطورة متعلقة باللايف ستايل اللي هي أسلوب المعيشة عموما، المريض ده إلى حد ما بمدخن، بياكل أملاح ودهون كتير، حياته خاملة، مش بيمارس الرياضة خالص ولا بيتحرك، بياكل ويقعد. السمنة السمنة قلنا إن هي تبع الأمراض طبعا، وهي مرض. زي ما اتكلمنا برضو، توتر وضغط نفسي في حياته، ده متعلق باسلوب المعيشة. يعني هي شبيهة زي ما حضرتك قلت، نفس الاعراض اللي احنا اتكلمنا عنها. ودي عوامل خطورة برضو تصلب الشرايين. تمام. مرض تصلب الشرايين.